إذن متتبعي متتبعات قناة شوف تي في، تحية للجميع مباشرة من قلعة سراغنم. مشاهدينا معنا واحد الحالة إنسانية ديال واحد الأسرة اللي كتكون من 6 ديال الأشخاص، 4 ديال الوليدات والزوج والزوجة. وكما كتابعوا معنا مشاهدينا اليوم، الزوجة كتقول أنه ما لقاوش باش يخلصوا الكراء وخرجوا للزنقة. يعني غادي نخليكم مع هاد السيدة اللي غتحكي لنا المعاناة ديالها مع الفقر، وكذلك المعاناة ديالها مع 4 ديال الوليدات. تفضلي يا لالا، احكي لنا شنو المشكل. السلام عليكم. كنطالب خوتي المغاربه وخواتاتي، خوتي المحسنين خوتي المحسنات، كنطالب انهم يساعدوني ويشوفوا لي يخلصوا لي الكرا، ولا المهم يتعاونوا معايا انا ولادي في الزنقه. ما صدتش لا باش نخلص الكرا ولا باش نرهن. المهم كنطلب المساعده من خوتي المغاربه، ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الله يجازيكم بخير. انا وليداتي قاعدين في الشارع، ما تليش طلب باش نكري ولا باش نرهن، كنطلب غير دويره في السقر انا وليداتي. الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. هذا الشيء اللي كان. المهم كنت ساكنه مع ساكنه عند السيده، قالت لي خرجي خويا ليا داري. مني خرجت من عندها، حويجاتي دابا كاينين حاليا في عند واحد السيد حي صناعي، غير لايحه حويجي تمايا. كنت جالسه مع لوسي، حتى هو غير كاري، قال لك انا مول الدار، قال لي ما كاريش العائله اللي معاك، انا كاري لك غير انت. دابا حاليا انا كل مره فجي وليداتي كيقراو، ما تلاش مركزين في القرايه، انا بغيت نستقر. عواشر هادي الله يجازيكم بخير، حتى انا بغيت نستقر انا وليداتي. كان نداء لخوتي المغاربه وخواتاتي، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. الا ما تساعدوا معايا وشوفوا من حالي ومن حال وليداتي، حتى انا غير بغيت نستقر دويره ولا بيت ولا اللي كان. مهم نستقر انا وليداتي. دردف زنقه متليش مستحمله انني كل ساعه غاديه بولادي فشي بلاصه، ولا ما ديرش ولادي عند شي حد. اللي وصلت عنده كيقول لي ولادك تسد النفوس، راه قاصحه شويه، حتى شي واحد ما تقبلها. انا بغيت غير دويره في السقر انا وليداتي، بغيت غير نكري. او خوتي المغاربه يراهنوا لي ولي كريو لي، الله يجازيكم بخير، الله يرحم الوالدين. هذا الشيء اللي كنطلب، نطلب غير استقرار انا وليداتي، الله يجازيكم بخير. هذا ما كان، الله يرحم لكم الوالدين. نداء لخوتي المغاربه المحسنات محسنين، اللي شاف هذا الاوديو ولا هذا الفيديو يتعاون معايا، الله يجازيكم بخير. انا وليداتي بغيت غير استقرار، بغيت غير نستقر انا وليداتي. العواشر هذه ورمضان هذا متقبل عند الناس، الله يجازيكم بخير، تعاونوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين. انا حاليا في الزنقه، انا وليداتي كل مره غاديه في قنت، كل مره غاديه لولادي في شي بلاصه، ما تقبلني حتى شي واحد. نداء بغيت غير نكري ونستقر انا وليداتي. الله يرحم لكم الوالدين، خوتي المغاربه خواتاتي في ارض الوطن خارج ارض الوطن، الله يرحم لكم الوالدين. عواشر هذه مقبوله، الا درتوا بيا هذا الخير الله سبحانه وتعالى اللي غادي يجازيكم، والله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. شحال ديال الوليدات عندك؟ عندي 4 الوليدات، 2 بنات، 2 بنات وجوج ولاد. وانا خدامه غير عند العيالات، مره كنمشي للحانوت، مره كنخدم في الديور، راجلي تا هو على قد الحال، مره خدام مره جالس. يعني ماشي شي خدمه اللي مرسمين ولا عندنا شي حاجه اللي هي مديره، غير كنتلاوطو صافي. نداء بغيت غير فين نستقر انا وليداتي، الله يجازيكم بخير. كنطلب خوتي المحسنين، خواتاتي خوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا معايا، الله يجازيكم بخير. بغيت غير نستقر انا وليداتي. ولادي كيقراو ما بقاوش مركزين في قرايه، تقول لك ماما حنا بغينا نستقروا، حنا بغينا نقص في دارنا، حنا بغينا نتفرجوا، حنا بغينا نعسوا. حنا اللي مشينا عنده ماما تيقول لك ولادك قباح، لا ولادك هذه، لا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. نداء اخوتي المغاربه، تعاونوا معايا تنكري ونستقر انا وليداتي. هادشي اللي كنطلب من خوتي المغاربه، الله يجازيكم بخير، المحسنين محسنات، الله يرحم لكم الوالدين. هادشي اللي كنطلب من خوتي المغاربه، غير نستقر انا وليداتي. راه 4 الوليدات ما عرفتش شنو غادي ندير. انا حاليا كل مره في قنت حويجاتي في جي وانا في جي. هادشي اللي كنطلب من خوتي المغاربه، الله يجازيكم بخير. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر، كما سمعتوا معنا في النداء ديال هذه السيدة، هذه الأسرة اللي كتكون من 6 ديال الأشخاص، عندهم 4 ديال الوليدات، وكتقول السيدة أن هي كتعيش دابا في الزنقة هي وهذ الوليدات. الحويجات ديالها حطام عند واحد السيد في الحي الصناعي، ما لقاش حتى فين تحطهم في شي كراج. إذا اللي بغى يتعاون مع هذه السيدة ولو بالباغطاج فيتعاون معها ولو بالباغطاج. الرقم ديال الهاتف ديال هذه السيدة موجود في العنوان ديال هذا البث المباشر. مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من قلعة سراغنا، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله، إلى اللقاء.